أطفال يتحدون المرض ومتبرعون يساهمون في طي صفحات الألم. داخل هذا المبنى قصص أبطال صغار تغلبوا ويتغلبون كل يوم على مرض نرفض في معظم الأحيان تسميته باسمه فنسميه بالدارج هداك المرض. وفي غرف مبنى مركز سرطان الأطفال حيث الجدران المزينة بألوان الحياة والطبيعة وجدنا عمر يجلس إلى طاولة اللعب ليملأها ضحكا وأملا، فهو لم يأبه بالمرض الخبيث فكان أقوى منه واختار أن يهزمه بدلا من الانهزام له. صار لي سنة ونص و بحب اجي لهون حتى العب مع رفقاتي واتعالج، بحس اني راح صح. اصرار نور على الحياة ومقاومة المرض لم يتأثر رغم 5 سنوات من العذاب. اما رينالدا وبكلمات بريئة فاخبرتنا ان هذا المركز هو مكانها للتعارف واللعب والتسلية. عمري 13 سنة، صار جاي على المركز 5 سنين، بحس انه رح يصير منيحة ونشوف شو اتكل على الله يعني. حتى براسي اني بس اكبر اعمل دكتورة او نيرس. هون بلعب مع رفقاتي، اوقات بنظهر بس يكون ما في الشتاء لبرا وبنلعب. رفيقتي كنا نلعب انا وياه، بس هلا ما عادش تجي لهون لانه صحت. عشية اليوم العالمي للاطفال المصابين بالسرطان، القيمون على المركز يروون الانجازات المحققة بفضل الايادي البيض الداعمة للاطفال وعلاجهم. اليوم مركز سرطان الاطفال هالسنة عم يحتفل بعيده ال15، وصلنا لليوم عالجين حوالي 1350 ولد، هيدا بشكر الداعمين اللي بيتبرعوا لنا وبيساعدوا اطفالنا. نسبة شفاء توصل ل 80% و 92% للوكيميا مرض سرطان الدم. وبحب كمان أقول أنه الحمد لله ب 2016 عنا 106 أطفال شفيو، بجت بالسنة بتوصل ل 15 مليون دولار. الولد علاج الولد بكلف بالسنة 55 ألف دولار. هيدول مبالغ كبيرة لازم نكون نحن عم نأمنهم تنقدر نكون عم نساعد الأولاد. يعني نحن هذا الشهر بأول شباط لأول أدار عنا حملة الأسماس. صادمة هي قوة الأطفال هنا رغم صغر سنهم، وملهم هو صمودهم وتمسكهم بالحياة رغما عن أنف المرض. وكل هذا سيوصلهم في نهاية المطاف إلى نهاية سعيدة تطوى فيها صفحة الألم وتفتح صفحة المستقبل الواعد. خلال شهري كانون الثاني وشباط دخل إلى هذا المركز عشرات الأطفال المصابين بمرض السرطان. هذا الرقم يعتبر خطر وكبير بحسب القيمين على المركز. أما لمساعدة هؤلاء الأطفال فما عليكم سوى التبرع بدولار واحد على 1105، وذلك لمرافقة الأطفال في رحلة العلاج والأمل. رنين إدريس، أم تي في. في الخاص ارتفاع ملحوظ بعدد قصص الحب التي وصلت إلى نهاية.